بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن موقع جميل جدا، وهو أجدد وأحدث المواقع كبدائل لموقع كانفا. النهاردة هنشرحه، وهو موقع مجاني مش هتتكلف أي شيء. الموقع جميل جدا، وهنتعلم منه إزاي نصمم، أو هنتعلم واجهة الموقع وإزاي تتعامل معاه واغلب الادوات اللي فيه، وهنشرح الواجهه عموما للموقع. طبعا هندخل على الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم، ولكن قبل ما ندخل على الشرح ما تنساش اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو. وطبعا كلنا بندعم فلسطين وبندعو يا رب يعني ينصر فلسطين. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل على الشرح على طول. يلا بينا على الشرح. اهلا بيكم مره تانية في الشرح. طبعا الموقع اللي احنا اتكلمنا عنه هسيب لكم طبعا الرابط بتاعه في وصف الفيديو. وطبعا احنا لما بنيجي نبحث في جوجل مثلا بالرابط دوت اللي هو استوديو، او مثلا كده نكتب استوديو بلوتنو كده بالطريقه ديت، وندوس بحث بالطريقه ديت، هيجيب لنا الموقع المتميز في اول هايبر لينك معانا، وبندخل عليه على طول. هيفتح لنا الموقع بالشكل اللي انت شايفه دوت، يعني الموقع الجميل دوت، الواجهه بتاعته البسيطه ديت هنشرحها معاكم بالتفصيل. اول حاجه بس عاوزين نسجل دخول للموقع دوت عن طريق علامه الشخص ديت. انا مسجل دخول، اعمل لوج اوت كده، بعد كده بعمل تاني لوجن باي ايميل او ايميل جوجل، بعمل كونتينيو ويز جوجل، وبعد كده بسجل بالحساب جوجل اللي انا مسجله في المتصفح، وبعد كده بيكون سجلني مباشره زي ما انت شايف كده. طبعا الموقع بيجي لك بالواجهه البسيطه والجميله ديت. اول حاجه بتلاقي كلمه فايل علشان كرييت نيو ديزاين، عاوز تعمل كرييت نيو ديزاين، انشاء تصميم جديد من هنا، اوبن، تفتح اوبن بالطريقه ديت، بيجيب لك ملفات، اي ملفات من داخل الكمبيوتر، وبعد كده عندك سيف از، اي التصميم اللي انت واقف عليه عاوز تحفظه في داخل الكمبيوتر والكلام ده كله. عندك بعد كده بتلاقي التمبلتس والقوالب الجميله والكتيره اللي هو ضيفها لك. طبعا احنا مثلا وعاملين مثلا الحجم او المقاس دوت للثامبنيل يوتيوب اللي هي الصوره المصغره لليوتيوب. تقدر تعمل طبعا صوره مصغره لليوتيوب بطريقه يعني احترافيه جدا وبقوالب جميله جدا هو ضيفها لك. يعني مثلا وليكن مثلا هنختار اي تمبلت من اللي احنا شايفينهم ديت، وليكن مثلا هنختار اختار مثلا ديت اي حاجه بسيطه فيها شخص مثلا وتكست من الجنب. ممكن نرجع باك ونختار حاجة تاني مفيش مشكلة. ممكن نختار حاجة ليها علاقة بالرياضة مثلا او بالطريقة دي بالشكل دوت. انت بتقدر تختار التمبلت اللي انت عاوزها، تمبلت جميلة جدا تقدر تكتب بيها النص مع خلفية فيها مباني ومنشآت وشخص هنا مثلا لابس سمارت، بدلة سمارت، وعندك طبعا حاجات كتير، يعني في تمبلت كتير قدامك ممكن تختار منها جميلة جدا. وطبعا تقدر تعمل التصميم اللي انت عاوزه، والجميل ان هو مجاني. طبعا تقدر تعمل التمبلت اللي انت عاوزها زي ما انت شايف كده. عندك بعد كده التكست، تقدر تضيف من العديد من التكست او النصوص الموجودة هنا اهو بالشكل دوت، نصوص كتيرة جدا تقدر تختار ما بينها وتكتب النص بتاعك او الكلام اللي انت عاوز تضيفه. وليكن مثلا سيل دي مثلا، بص اهو تقدر تكبر النص او تصغر او الكلام ده كله زي ما انت شايف كده اهو. عندك مثلا اي نصوص تاني، في نصوص تاني بالوان مختلفة باشكال مختلفة. طبعا عندك دوت كمان عندك نصوص مختلفة وجميلة جدا جدا تقدر تستخدمها في التصميمات اللي انت بتصممها بطريقة احترافية، نصوص جميلة ومختلفة بالطريقة ديت. عندك ماي فونتس ديت، لو انا عاوز اعمل ابلود للفونت مثلا من جوجل، فونتات جوجل او جوجل فونتس مثلا، فدوت لو انا مثلا في فونت انا مش شايفه وانا مش لاقيه، ببتدي بضيف واستخدم الفونت اللي انا عاوزه. طيب ده بالنسبه للتكست. طيب بالنسبه لي طبعا انا مثلا لو ضفت مثلا في حاجه مثلا عاوز اقولها لكم، ان انا لو ضفت مثلا التكست دوت مثلا وليكن كده، فانت عندك مثلا ممكن تغير اللون بتاعه، ممكن تغيره من هنا بالطريقه دي
دي باللون الاخضر او اللون الازرق بالطريقه ديت كده اهو، او اللون مثلا الاحمر. يعني انت بتختار اللون اللي انت عاوزه، تختار اللون اللي انت عاوزه بالشكل اللي انت شايفه دوت كده اهو، الوان المختلفه عندك. بعد كده بتقدر كمان من هنا بتختار الفونت تاني من فونت مختلف عن الفونت اللي انت شغال بيه دوت في الكلمه ديت عندك. بعد كده تقدر تكبر وتصغر زي ما انت عاوز من هنا اهو بالطريقه ديت عندك. بعد كده في الادوات بتاعت التنسيق، ان هي تخليها في المنتصف ولا تخليها من اليمين اليسار RTL ولا من اليسار اليمين، وطبعا بولد تتقل او ان انت تخليها مايله اكتر او تخليها تحتها خط او تعمل علامه الشرطه اللي في المنتصف، او عندك مثلا اللي تعمل المسافه بينها وبين الكلمه اللي بعدها، ودي مش هنا طبعا استخدامها مش هنا. افكتس ممكن تعمل حركه يعني للتكست دوت مثلا، وليكن مثلا اهو بالطريقه ديت اهو كده. عندك مثلا الافكتس، مثلا نختار الشادو، ممكن تعمل شادو بالطريقه ديت. انت ممكن تعمل بلور اهو، تعمل بلور بالشكل دوت، تعمل تمويه يعني عندك كده اهو. عندك الستروك في الافكتس، عندك الستروك تكست ستروك عندك اهو، تقدر تزودها تنقصها. عندك الباك جراوند، عندك الباك جراوند ممكن تعمل باك جراوند مثلا بلون مختلف، لون ابيض مثلا اهو، لون اسود، لون احمر طبعا. طبعا ممكن تعمل باللون لبني، لون ازرق اخضر، اللي انت عاوزه بتقدر تعمله بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه. طيب انت عاوز تعمل مثلا شيل من الافكتس مثلا مؤثرات، شيل الباك جراوند، عاوز تضيف شادو، عاوز تضيف شادو مثلا بالشكل دوت. الشادو ممكن تخليه اسود، ممكن تخليه لون تاني مثلا وليكن احمر مثلا اهو. عندك البرتقاني، عندك الموف، عندك الاخضر، عندك اللبني، عندك الاسود زي ما احنا شايفين الاوضح طبعا. طبعا اهو انت خليتك مثلا وانت واقف في الافكتس طبعا الكلام دوت زي ما انت شايف كده. عندك تقدر تعمل التغيير مكان الظل او الشادو بالطريقه ديت من اسفل او من اعلى، او خليها في المنتصف. ممكن ديت برضو تعمل يمين او يسار، يعني تلعب في الظل زي ما انت عاوز. عندك بعد كده ممكن تعمل انيميت حركه للكلمه مثلا، وليكن الموف مثلا اهي، بص اهو كده موف. ممكن تدوس على الموف مثلا رايت، او تخليها ليفت مثلا، او تخليها اب، او تخليها داون، او تخليها بوتوم رايت، او تخليها بوتوم ليفت، او توب رايت، او توب ليفت. كل الحركات دي تقدر تستخدمها عندك. ممكن في انيميشن تاني او انيميت فيد اهو بالطريقه ديت، ممكن تختار اهو انتر الزوم بالطريقه دي، الفيد فيد بالطريقه دي اهو. عندك الزوم، الزوم جميله برضو. كل دي حركات انيميت ممكن تستخدمها في التكست والصور. بالمناسبه البوزيشن انت عندك طبعا ده هنتكلم فيه برضو. عندك بعد كده غير التكست في الفوتوز، الفوتوز ديت انت ممكن تضيف الصور للتصميم بتاعك زي ما انت عاوز. تدوس سيرش هنا عن الكلمه اللي انت عاوزها، وليكن مثلا هنضيف كلمه مثلا هورس، عاوزين كلمه حصان، او هنضيف صوره حصان فعاوزين كلمه حصان. فهنشوف كده يعني الصور اللي هو ضافها لنا، وليكن مثلا هنضيف مثلا الصوره الجميله ديت مثلا اهو كده، او الصوره ديت مثلا صوره الحصان، او مثلا ممكن نختار صوره ثانيه مثلا الصوره ديت اهو كده، وتختار الصوره اللي انت حاببها في تصميمك زي ما انت شايف كده بالطريقه ديت. صور جميله جدا، وتقدر تستخدمها في التصميمات بتاعتك بشكل يعني احترافي وجذاب. ادي صور كتيرة، ادي نوع يعني حاجة من الصور اللي احنا بحثنا عنها بالشكل اللي انت شايفه دوت. طبعا انت تقدر برضو تستخدم كلمات تانية وتبحث عن كلمات تانية، مثلا زي مثلا نبحث عن لاب توب مثلا، لابتوب جدا هيجيب لك صور لأجهزة لابتوب مختلفة مع يد بتكتب عليها، او لابتوب بس بأشكال مختلفة افقية ورأسية وغيرها. طبعا كل دوت تستخدمه. عندك الايكون، من هنا الايكونز هيجيب لك بقى ايكونز مختلفة تقدر تضيفها في التصميم بتاعك، وليكن مثلا الايكون بتاع الفيسبوك مثلا كده بالحجم الكبير دوت، ممكن يعني تصغر زي ما انت عاوز. ادي الفيسبوك، عندك ايكون تويتر طبعا بالطريقه ديت، عندك ايكون الانستجرام بالطريقه ديت. تقدر تستخدم دي كل الحاجات دي في تصميماتك، الماسنجر للفيسبوك او غيرها بالطريقه ديت اهي كده بالشكل اللي انت شايفه دوت. عندك بعد كده تقدر تضيف في البنترست، يعني كل ديت ايكون تقدر تستخدمها من داخل الايكونز من هنا. ايكونز كتير جدا جدا تقدر تستخدمها بالشكل اللي انت شايفه دوت. كل دي حاجات بتبقى جميله وبتسهل عليك تصميم بتاعك بسهوله. عندك الشيبس،
الاشكال المختلفه، عندك الاشكال المختلفه، عندك مثلا الدائره اللي هي المفرغه، عندك الدائره اللي هي ممتلئه من الداخل، عندك الدائره بالشكل دوت، وطبعا تلعب وتغير الالوان براحتك خالص خالص. يعني مثلا اهو عندك اهو كده، مثلا عاوز اغير الوان، عاوز اخليها ازرق، عاوز اخليها اخضر، عاوز اخليها اصفر برتقالي، عندك الالوان تقدر تغير فيها زي ما انت عاوز خالص بالطريقه اللي انت شايفها ديت اهو، بالطريقه ديت اهو، بالطريقه ديت كده بتغير الوان زي ما انت حابب. ديت بالنسبه دوت مربع، اي شكل من الاشكال ديت تقدر تستخدمها. عندك كمان الاسهم، السهم زي ما انت شايف كده، السهم اللي هو عليه اخره او اوله بوينت، والسهم اللي فيه شرط، وفي اشكال مختلفه ممكن تستخدمها زي ما انت شايف كده بالطريقه ديت. يعني اشكال احترافيه جميله جدا لتصميماتك تقدر تستخدمها، وتقدر تستخدم كمان يعني اهو تغير الوان براحتك خالص، عاوز تعمل مثلا كده بالطريقه ديت، عاوز زي ما انت حابب تعمل تغير الالوان زي ما انت حابب. طبعا دي الشيبس او الاشكال. عندك الابلود، تقدر ترفع من داخل الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر بتاعك، ترفع مثلا اي صوره، وليكن مثلا الصوره الشخصيه بتاعتك مثلا زي كده مثلا، وتضيفها لتصميمك مثلا. لو انت بتعمل مثلا زي ما احنا بنعمل كده صوره مصغره مثلا بالشكل اللي انت شايفه دوت. عندك باك جراوند، ممكن تختار ما بين باك جراوند مختلفه. طبعا هو بيقول لك فوتوز باي انسبلاش، طبعا موفر لك موقع انسبلاش، طبعا من المواقع المتميزه جدا، بيوفر لك خلفيات جميله جدا. ادي خلفيه، خلفيه تانيه، في خلفيات جميله جدا ومحترمه تقدر تضيفها وتسهل عليك برضو التصميم بشكل احترافي وجيد زي ما انت شايف كده. عندك الحاجه التانيه اللايرز، اللايرز دي حاجه جميله قوي. لو انا مثلا ضفت ايكونز مثلا، ادي ايكونز مثلا بالطريقه ديت، ادي ايكون كده، وعندك الايكون ديت كمان، وعندك مثلا يعني حاجات مختلفه، وادي صوره مثلا، ادي الصوره ديت بالطريقه ديت. طيب انا هاجي عند اللاير، اللاير دي هي الطبقات اللي خاصه بالتصميم، بيسهل لك ان انت مثلا ادي الكمبيوتر او اللابتوب دوت، الصوره دي لو عاوز اخليها مثلا امسكها كده من هنا واخليها خلف الفيسبوك او الايكون بتاع الفيسبوك، فبيسهل لي ان انا من هنا اغير الطبقه بتاعتها تحتيها، او اخليها تحت مثلا انستجرام، ادي الانستجرام تحت كده، فاخليها تحت الانستجرام، فاجي هنا وامسك سحب والقاء تحت، واخلي الانستجرام تطلع فوقيها بالشكل اللي انت شايفه ده، فبيسهل عليك اللايرز التعامل مع التصميم. ده بالنسبه لللايرز. عندك الريسايز بقى، الريسايز دي حاجه مهمه جدا برضو طبعا للمقاسات الخاصه بالتصميم بتاعك. يعني مثلا بيقول لك مثلا انت عاوز انستجرام بوست، انت طبعا واقف عامل، طبعا بتختار طبعا الوايدز والهاي اللي انت عاوزه للتصميم دوت. مثلا تصميم يوتيوب ثامب نيل، فدوت 1280 في 720 بكسل، وتقدر تختار انت بقى يعني المقاسات المختلفه الخاصه بيك. دي بقى حاجه جميله قوي قوي، دي كوتس، يعني كوتس تقدر تضيفها لتصميماتك ديت، حكم وعبارات يعني ممكن تستخدمها في اللف مثلا، اهو في عبارات في الحب والموفيز الافلام واللايف والهيستوري والوور الحرب والبوليتيكال وحاجات مختلفه تقدر تستخدمها، والتايم والميوزك والسبورت، يعني حاجات جميله جدا ممكن تستخدمها. وليكن مثلا لو انا عملت في الريسايز مثلا، هخلي البوست انستجرام مثلا كده، وعاوز اضيف مثلا كوتس، وهجيب مثلا هتكلم عن السبورت مثلا، او هتكلم عن البيزنس، اتكلم عن السبورت مثلا، فاخد الجمله ديت دي كده، ايه الجمال دوت، هاخد ده كوبي كده وهضيف اهو كده كوبي، او هدوس عليها كده، هي اتضافت على طول، انا دوست عليها على طول، اتضافت داخل التصميم بتاعي بالشكل اللي انت شايفه دوت. ايه الجمال دوت، حاجه يعني جميله جدا جدا جدا. تصميم الكلام دوت انت ممكن تعمل بيه بقى يعني منشورات السوشيال ميديا الخاصة بيك في الانستجرام وغيرها من السوشيال ميديا. عندك الكلام دوت مثلا اهو، ممكن نختار يكون باللون الابيض مثلا عشان يظهر كده بالشكل ده مثلا، وتبتدي تكتب كلام اللي انت شايفه قريب من افكارك والكلام ده كله، وتضيفها في صور وتنزلها في مواقع السوشيال ميديا دوت. بالنسبه للكودز طبعا في حاجات مختلفه، البيزنس ويعني حاجات كتير، والماني وغيره وغيره، حاجات كتير جدا. عندك الكيو ار كود دوت، جميل جدا برضو، بيقدر يحول لك اي رابط لكود كيو ار كود، وديت حاجه برضو مميزه جدا. طبعا
الاي اي جنريتد ديت. الاي اي جنريتد دي جميله جدا طبعا، تراك مع لكسيكا بتقدر تبحث عن الحاجه او البرومبت اللي انت عاوزه، بتدي تكست يحولها لك لصوره. احنا عارفين طبعا موقع لكسيكا دوت اي ارت او ارت دوت ارت، طبعا انت ممكن مثلا تكتب هنا وليكن مثلا كلمه هورس زي ما احنا قلنا او كنا كاتبين هورس كده، ونعمل بحث كده هيجيب لك صور جميله جدا لحصنه مثلا اهو بالشكل دوت. انا مثلا هقول له عاوز مثلا children play in garden مثلا. انا بقول لك حاجه لسه مألفها دلوقتي حالا، يعني اهو طفل بيلعب في الحديقه، فجايب لك يعني حاجات زي مثلا الصور دي، بص الصوره دي وبص الصوره دي، يعني حاجه جميله جدا. بص الصوره دي جميله قوي قوي، باطفال بتلعب في الحديقه بالشكل اللي انت شايفه دوت. طيب انا بقى يعني لو رجعت كده باك هاجي اكتب مثلا فلسطين، مش هو مش هيجيبها. انا اهو هعمل كده ونجيب الصور، نجيب الصوره ديت كده سيف از، ونيجي عند الموقع الجميل دوت، ونيجي بعد كده نعمل ابلود زي ما احنا اتفقنا من هنا، وندوس على كده ابلود ايمج، ونضيف العلم بالطريقه ديت كده، ونغير الريسايز 1280x720، ونيجي نعمل مثلا كده تمام كده بنفس الطريقه دي كده. كده عملنا تصميم مثلا لعلم فلسطين مثلا، وعاوز تكتب عليها حاجه مثلا وليكن مثلا تكست مثلا، اهو عندك تكست، بتضيف تكست بالطريقه ديت كده مثلا كرييت هيدر، وهكتب مثلا بالعربي الكلمه دي مثلا بالطريقه الجميله ديت، بتكتب عليها الحاجه اللي انت حاببها. طبعا حاجه جميله جدا بطريقه سهله تقدر تصمم التصميم بتاعك دوت. ممكن تخلي التصميم دوت زي ما انت شايف كده، تخليه بولد مثلا، تخليه باللون مثلا لون تاني مثلا لون مختلف، زي مثلا تخليه باللون الاحمر او اللون الاخضر او اللي انت حابه تقدر تضيفه. طبعا قلوبنا معاهم. طبعا ده كان شرحنا اليوم، ده اغلب كلام الموجود داخل الموقع المتميز بتاع النهارده. انت لو عاوز مثلا بقى خلاص خلصت التصميم وعاوز تعمل داونلود ليها، بتدوس على داونلود من فوق هنا، وبصيغه البي ان جي او البي دي اف او الاتش تي ام ال او جيف، بص يعني كذا صيغه تقدر تضيف فيها، وبعد كده بتدوس على داونلود، بتضيف لك الصوره داخل الكمبيوتر بتاعك وتقدر تستخدمها زي ما انت عاوز. وده كان شرحنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تكونوا باحسن حال وفي خير دايما. وطبعا ما تنساش اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، مع السلامه.